السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي حبيباتي، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نقدم لكم نينام أو سيجار بحشوة لذيذة معلكة بالكفتة بأعشاب منسمة. كيجيناش بارتاج ولايك باش القناة تكبر بكم، وتابعوا معنا اليوم الفيديو وغادي نوريكم مقادير والطريقة من الأول الأخر، وما تنسوش تشجعوني. شكرا لكم، على بركة الله. غادي نوجدو ان شاء الله بريوات اللي غادي نحتاجو فيهم، على بركة الله، اللي غادي نحتاجو فيهم بصلة مقطعة متوسطة يعني رقيقة او متوسطة، عندنا كورجيت محكوكة مخليها شوية غليظة حيت الكورجيت غي طيب، وعندنا جوج خيزو او جوج جزرتين، وعندنا القرع الاخضر، وعندنا 200 غرام تاع الكفته، وغادي نسمو هادشي اللي غادي نحتاجو. غادي نسموها باعشاب منسمه، راح كتبع اعشاب منسمه. غادي نحتاجو الهريسه، غادي نحتاجو ثومه بودر، غادي نحتاجو شويه البصله بودر للتنسيم، غادي نحتاجو شويه البزار، شويه الملح، وغادي نحتاجو شويه الزعتر غادي نزيدوها. هي جا عندنا الاعشاب فيها كلشي، هذيك غير زياده. وعندنا صوص الصوجا حتى الا غنستعملو منها القليل، وغادي نحتاجو الزيت الزيتون مع الزيت العاديه. غادي ناخدو مقله عاديه وغادي نديرو فيها البصله، شحر شويه الزيت والزبده، تقدروا ديروا الزيت والزبده باش تنسم. طيح شويه البصله ونزيدو عليها الخضره، الخضره ما كتشدش طيب بزاف، والكفته ما غاديينش طيبوها بزاف، غير تحيد منها داك الدم صافي، وغادي نعمرو بهم بريوات حيت البريوات مازال تابعهم طيب. ودابا ملي طاحت لينا البصله تشحرات كنزيدو ديك الخضره. نحيد شوية ونحيدوها، غادي دابا نتبلوها. غناخد نص معلقة تاع البزار، نص معلقة صغيرة يعني ماشي كتير، متكترش. نحتاج الملحة، عيني ميزاني، يعني كل واحد يدير القياس لي الذوق اللي كيعجبو. نحتاج شوية ثوم بودر، نحتاج شوية بصلة بودر حسب الذوق ديالكم. غادي نحتاجو اعشاب منسمه، غادي نحتاجو شويه الزعتر نحكو بيه في زيتو، كيعجبني انا هادشي اختياري حيت الزعتر جا كاين هنايا، الزعتر والزعيطره والدبش يزير الحصيني كيكون فيها، يكون فيها ورقه الغار سنيه. هنا ندير شويه الهريسه، الهريسه هي بحسب الذوق، درا ما حراش بزاف.
صوص الصوجة راه ما غاديش نديرها في الحشوة، راه غادي نستعملها مع التقديم باش يجيو منسمين، يعني تيطيب. غادي نخليوه مازال يطيح ونتلاقاو باش نزيدو فيونداشي. من بعد ملي كطيح لينا الخضرة بحال كاير شوية، يعني مكطيبش بزاف. نسيت ما ذكرتشكم فرماج ضروري بريوات كفته في الجو معلكين فرماج. غادي نزيد الكفته من عيد الدم ماشي يعني تطيب كيفاه. نمشي نشوف لينا هاد لاصوص، يعني الخضره كتطلق الماء. شفتو الكفته راه باقا بيضة، نطوي شوية عيانة عندي اليوم صراحة. كاين الحال بارد، الجو بارد، الشتا 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 بزاف، والضبابة عندي شتا الضو ناقص. غندير فرماج صافي، غادي نخليها تبرد. غنطفي البوطة اللي نخليها تبرد ونعمرها، نتلاقاو باش نعمروها باش ما يجيش الفيديو طويل. كنقطعوها على الورقه على ربعه، كنديروا الحشوه وكنتنيهم على شكل سيجار. بهذه الطريقه كنديروا الحشو الوسط وكنقادوا الحشوه مزيان. من بعد كنتني الجوانب كنحصلوا على سيجار عادي، ومن بعد كنلصقهم في العجينه. كنحصل على هذا الشكل، نلصقهم بالعجينه او بياض البيض باش ما يتحلوش. وكنستمر بنفس الطريقه، كنكمل كنكمل العجينه نفس الطريقه نفس الشكل. صافي درناهم هنا كيتقلاو، غادي نقليهم ومن بعد نتلاقاو الشكل النهائي. غادي نحتاجو مني طيبناهم قليناهم، لكم الحريه تقدروا تدهنوهم ديرهم في الفران. هادو درتهم في الكيسان على هاد الديكور. وغادي ناخذ شويه صوص الصوجة اللي كيبغيها، وغادي ناخذ صوص لينيم خاص بالينيم باش كيتكالو. غادي نزيد شوية صوص باش كيتكالو شوية، واللي بغا يزيد شوية صوص حار
وندير ليه هكا باش نقدمهم معاهم. تاكلوهم بالصحة والراحة، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم. والنتيجة النهائية كيجيو رائعين، يعني واخا ما كنطيبوش الكفتة حيت كنقليوهم او تدخلوهم في الفران، كيجي نفس المذاق نفس الشكل، كيجيو زوينين. هاد السيقا او لينيم كيجيو واعرين مع الكين مع الكفتة بالاعشاب. تيقوني الا جربتوهم، وما تنساوش بارطاج، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم لينا وعليكم ان شاء الله. تلقاو في فيديو اخر باذن الله.